السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة، واهلا بيكم معانا. انا النهاردة جاية لكم بفيديو في ريكس هول. دي صيدلية كبيرة هنا زي شوبرز. انا وريتكم شوبرز قبل كده، دي نوع تاني برضو. زي ما انتم عارفين هنا الصيدليات الكبيرة بيبقى فيها كل الاجزاء، فيها اكل زي ما انتم شايفين، فيها منتجات عناية، فيها الجزء بتاع الصيدليان نفسه، فيها برفانات، فيها كل حاجة. فحبيت اعمل لكم جولة هنا كده، عجبتني الاسعار بتاعت الحاجات بتاعت الشعر والكريمات والحاجات دي كده، فعاوزة اوريها لكم معايا تتسوقوا معايا. ف يلا نبدأ مع بعض. هنا في حاجات اللي هي زي كونديشنر وليفين وكده. النوع ده جميل جدا، دايما بسمع عنه، اللي هو دوت، وعليه برضو هنا يعني، او مش عليه تخفيض بس سعره عاجبني صراحة. ممكن اجيبه واجربه. وهنا برضك الانواع ده هي برضك بيتكلموا عليها على طول، فشوف الاسعار يعني اسعارهم حلوة. هنا في حاجات كمان للرجالة، مش عارفة ده عشان يعمل ايه، بس يعني انتوا اقروا اللي عليه وشوفوا. بس حاجات حلوة يعني، شايفها انواعها وماركتها حلوة. وده برضك بالمز ده حلو قوي، كنت بجيبه بس كنت بجيب منه الاخضر، ده جميل جدا. في انواع حاجات كتيرة، في حاجات بالزيتون، بزيت زيتون. ودي شوف الحاجات ده، هي دي كنت زمان وانا صغيرة في 10 سنين كده ولا حاجة، كان مامتي عملت لي بحاجة زي كده وانا صغيرة. بس يعني ما صدقتش لما لقيتها موجودة هنا، يعني لسه الناس بتستخدم ده. دي حاجة زي الفرد كده، بس يعني مش بروتين والكلام ده، حاجة بتفرد الشعر شوية. وفي هنا حاجات برضو، دي برضك منتج، ده حاجات طبيعية. الحاجات اللي هنا دي منتجات طبيعية، ده ماسك للوش اهو. وهنا بقى برضك جزء للتوك للمشاط والحاجات اهو، في حاجات عليها تخفيض. هنا شمسيات، وانا اول ما اشوف الطرح بقى، يعني هم عاملينها كسكارفات هنا، بس قماشتها حلوة جدا. شايفين بكام؟ ب15، وفي الناحية التانية ب10. بصوا 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 اللمعة بتاعتها، مش عارفة هي باينة عندكم ولا لأ، بس فيها لمعة وجميلة، جمال ومشيتهم حلو. في حاجة هنا للحاجات الكاستيوم كده وحاجات كده جميلة برضك. وحاجات دي صغنطوطة بتاعت العيال، دي تبع كارتر ب12، جميلة. بصوا برضك هنا ده جزء فوق لوحده، ده هو برضك هنا حاجات اهي، وكله ده كله كده ديسكاونت عليه تخفيضات. دي ماركة معروفة طبعا، شايفين الحاجة. ده كده برفانات زي اللي كانت في شوبرز برضو، عاوزة اوريها لكم. دي ب30، تبقى علبة مع بعضيها كده. بص بص الشنطة دي، بس مش عارفة عليها سعر ولا لا، ولا دي حاطينها زينة كده. بس برضك اللطقم مش عارفة بكام، استنى. الطقم ده فظيع، شكله هدية فظيع، مش مكتوب عليها التمن، مش عارف. بس هنا برضك دي ب30 برضو، وده طبعا الماركة دي معروفة. معلش انا مش هقول اسامي الماركات عشان انا ممكن ما انطقهاش صح. حاجات كويسة برضك حلوة اهو، شايفين. هنا برفانات وحاجات والمكياجات، زي اكنك في سيفورا ولا حاجة، نفس الماركات اللي بيبقى في سيفورا تهيألي اهو. انا عاوزة اجيب مرة من دي. هنا اهو برضك عليهم تخفيض، ودي برضك الناس بتقول حلوة قوي، منزلة من 15 بقت ب10، جميلة دي، هجيب لي واحدة. نجر، هي دي الفرق بين دي نجرب. انا عمري ما عملت ماسكارا صراحة الا يوم فرح. بص الحاجات دي، سلام. ودي بتحط فيها السماعات باين. تعالوا نشوف الجزء اللي تحت، بص كله الجزء تحت قد ايه.
هنا بقى الكريمات اللي هي، بص هي في بكاتبين عند كل واحدة هير برودكشن بليك ابلنس مين سان سكرين هنا، طبعا الصيف جاي هنا لازم السان سكرين، هنا عليهم تخفيض دلوقتي اهو من 10:30 لـ8، في حاجات للاطفال الرش ده هو انا عاوزه اجيبها دي بس ما لهاش تخفيض، الرش دي تبقى اسهل، الرش للاطفال بيبقى سهله شويه اللي هي النوع ده، وساعات يقول لك فيها مواد مسرطنه انواع معينه زي البدانه دي برضك، ودي برضك حلوه بس مش عارفه تنفع للاطفال ولا لا، بس العرض مش على دي دلوقتي، اتنين مع بعض ب27، دي لوحديها ب10، والله مش عارفه الواحد يجيب لهم ايه اصلا، يقعدوا يقولوا عليها ولازم تبقى اكتر من 30، يبقى 50 او 60. للكبار انا بجيب من دهيت، يلا هنشوف. هنا بقى الحاجات اللي هي بتاعت ازالة المكياج نيتروجينا، برضو حاجات عليهم تخفيض اهي زي ما انتوا شايفين، اولي لوريال، اكنك في سيفورا، اكنك في سيفورا، عجباني دي، بص بتاعت الشعر تخيل، ولا ده بتاع الوش، اعذروني اعذروني ده السكن، تفتحوها تحطوها على وشكم. الحاجات دي هي ده كل بالك اهو، ازالة مكياج، الفيتامين، فيتامين سي عليها عرض اهو، الماركة دي برضك حلوة طبية بمعنى أصح، أهو في منها ده، ده حلو قوي للإيدين في الشتاء بالذات، وبص في منه النوع ده حلو ده عشان تضغط وتطلع على طول، غير العلبة المقفولة دي، أنا عندي اللي مقفولة دي، كلير أند كلير، كين أند كلير، حلوة دي برضك. وهنا الحاجات السكراب والحاجات دهيت أهو، بصوا دي على بعضيها، الخطوات ب25، هنا الصبغات عليها عرض اهو كمان، في منها لوريال، الوانات الوانات، هنا في ايه، هنا بقى حاجات الحموم والملح ده حلو اوي اهو، في منه انواع كتير عليه عرض كمان اهو، نازل $12 للحمام او للرجلين يعني بيبقى حلو، ودي اسمها ايه البرفانات اللي بتتحط برضو لافندا والحاجات ده هيت، اللي جاب الماسكارا هنا دي للشعر زي دي اهي، ده المؤقت تهيأ لي بتعمل له الشعر الحتة البيضة كده، بص بعضك دول جارني، ده الحساب لوحدك تحاسب بنفسك. هنا بقى الشامبوهات، الشامبو ده جميل برضو، انا بجيب النوع ده هوت، حلوين ونزل عليهم تخفيض ب8 اهو، تهيأ لي بجيبه في هو المارت، ساعات بينزل ب5 كمان. هنا الحاجات اللي بتاعت القشرة، في حاجات عليها تخفيض، بس اللي عرفته ان في انواع معينة يعني حاجة زي كده، وفي الحاجات دهيت دي كحاجات علاجية للقشرة احسن، وعليهم هنا تخفيض اهو. هنا بقى الحاجات الكيرلي نزل تخفيض برضك عليهم اهو، ده كله منتجات للكيرلي، بس برضك الحاجات دي حلوة اوي، الأرجان طبعا وعليهم تخفيض اهو، برضك بجيب النوع ده حلو جدا كشامبو او كونديشنر، كله بيبقى حلو جبته كذا مرة زي ما انتوا شايفين. هنا برضك بيبقى بقى المشروبات واللبن والحاجات دي، هنا في بيبقى جزء كده حاجات المخفضة كليرانس، هتلاقي من كل حاجة حاجة كده زي ما انتوا شايفين، بيبقى اتمنها مختلفة طبعا على حسب الحاجة اللي محطوطة، غالبا بيبقى الجزء اللي ورا ده هو الحاجات اللي عليها السيل وعليها كليرنس. بص البتاعة دي
لعبة شكل كده محطوط. بس هنا برضو الصابون بقى، الشاور جيل والحاجات اهو، بودي ووش، حاجات كتيرة، اولي ودوف، هو حاجة كده فيها كل الماركات وفيها كل الأنواع، فحلو. شوبرز وريكسول، ويعتبر ريكسول كمان أرخص من شوبرز، فبيبقى حلو لما تيجي تجيب الحاجات بدل ما تروح السيفورا. هي هتلاقي يعني المكياجات في سيفورا هي نفسها موجودة هنا، أو أغلبها موجود هنا بس بسعر أقل طبعا. هنا ده جزء تاني، هنا حاجات إزالة الشعر زي ما انتوا شايفين كده، كل المكان بتاع ازالة الشعر سواء نسائي ولا رجالي كله عليه تخفيض اهو. انواع. وهنا بقى جزء، لا ده هنا في حاجات كمان كريمات وحاجات للرجالة، ده جزء رجالي شايفين شكله. هنا حاجات مكتبة زي ما بقول لكم، لامم كل حاجة. هنا الألبان اهو، أكل كلاب وقطط كمان. هنا طبعا عشان عيد الربيع، لا احنا مش النهارده الدنيا ساقعة جدا جدا، ومبارح تلج نزل، فالشتا بيدينا كده دفعة أخيرة. إن شاء الله تكون أخيرة، الدنيا ساقعة جدا النهارده. وهنا حتى مجلات، حاجات بتاعة عيد الميلاد، هنا بقى حاجات أكل كلها، شيبسيات وحاجات، والصيدلية في الآخر جوه خالص أهي شايفينها، كل ده أكل. هنا بقى حاجات اللي هي بتبقى out the counter زي ما بيقولوا، in the shelf، دي عدة إسعافات أولية. كل الحاجات دي اهو، دي الحاجات بقى اللي بتبقى بره، الفيتامينات، المسكنات، مش عارفة ايه، كل ده بيبقى بره. ده للشعر وللجلد، كنت جاي بقى قبل كده وبعدين عرفت اللي فيه جيلاتين بعد ما الواحد كان خد منه، فجبت ده بداله. استنى هجيبلكوا اهي، ده هوت، ده برضو للشعر والجلد وكده، فيتامينات للشعر والجلد والضوافر، ده كلها مالتي فيتامينز. وهنا الصيدلية بقى اللي هي ايه، لما بيبقى فيه الدكتور بيديك الفيتامين ده، الفيتامين ده جميل جدا، ساعات بينزل عليه تخفيض، وانا جبته قبل كده كمان من كوسكو، بيبقى علبتين وعليهم تخفيض، يعني الحاجات دي هي احسن من كوسكو، الفيتامينات والحاجات دي من كوسكو احسن، بيبقى عليهم تخفيض اكتر، بس ساعات هنا بينزلوا تخفيض اكتر بيبقى حلوة برضه. ايه تاني هنا، كل زي ما قلت لكم خافض الحرارة بتاع الأطفال، دول لازم أدفل، ده لازم يبقى عندي في البيت برضك. ساعات بيبقى فيه علب الكبيرة ده، هي تبقى علبة صغيرة بيبقى عليها عرض كده برضك في كوسكو، وفي ساعات في وول مارت، فبرضك الأدوية اللي خارج البتاع بيبقى أحسن في كوسكو وفي وول مارت. ده برضك ده فولترين بتاع العظم، حاجات بقى بتاعت المساج والكلام ده هوت، دي بكام، 89، دي جميلة، دي يعتبر ب90، في منها انواع كلها حاجات ايه بتاعت الرهن، ودي جميلة برضك بشوفها في التلفزيون شايفينها، ب130 برضك. رجعنا للأكل والبيبسيات، معلش الكيس اللي معايا عامل دوشة. الحاجات دي كلها ما تتجابش من هنا الا لو انت مضطر بقى تجيب من هنا، لكن الاحسن بتجيب من كوسكو والمات زي ما قلت لكم. برضو حاجات الحمام والتايت والحاجات دهيت في هنا، بس ما يتجابوش من هنا الا لو مضطر بقى، حاجات بتاعت المطبخ برضو اهي، عنده كل حاجة تتخيلوها. يعني بص حتى كمان الحاجات بتاعت المسح والبتاع، نظارات، اطارات نظارات عليها 50%، كل حاجة كل حاجة، دي حاجات مهمة وجودها للأطفال في البيت، دي عشان يقلل الحرارة
لزقات كده. وده مقياس الحرارة، في أنواع منه كتيرة. وهنا حجارات، هنا بتاع الشاحن بالحجارة بتاعته في ب28 في ب37 مش عارفة ليه. ودي بقى الحجارات اللي هي الصغيرة بتاعة اسمها السماعات، هي الطبية يعني، السماعات بتاعة الودان. بس هنا شيبسيات. انا كده مشيت في البتاع في الصيدلية كلها زي ما انتوا شايفين. يا رب تكون الجولة عجبتكم واستنفعتوا منها، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش طبعا في ايه، في اللايك والشير والسبسكرايب، ونشوفكم فيديو جديد. يا رب يكون عجبكم الفيديو. يلا نشوفكم على خير، مع السلامة، باي باي.